مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. هجوم على حماس بعد لقاء جمع ممثلها بقيادي في ميليشيا الحوثي. الديمقراطية الأمريكية في خطر، ما الذي يمكن فعله؟ هل خدع الفرنسيون صدام حسين قبل 4 عقود؟ أثار لقاء جمع ممثل حركة حماس في صنعاء معاذ أبو شمالة بالقيادي في ميليشيا الحوثي محمد علي الحوثي موجة من الانتقادات الشديدة وهجوما غير مسبوق على الحركة من قبل ناشطين يمنيين وعرب. وعنون موقع المصدر أونلاين: هجوم غير مسبوق على حماس بعد لقاء جمع ممثلها في صنعاء بقيادي في ميليشيا الحوثي وتكريمه. وكانت وسائل إعلام حوثية نشرت خبر لقاء جمع ممثل الحركة مع الحوثي، وقالت إن الأخير قدم درع الحركة تقديرا لمواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية. ومما زاد من حدة وحجم الانتقادات أن اللقاء جاء بعد يوم واحد من ارتكاب ميليشيا الحوثي مجزرة بحق اليمنيين في مدينة مأرب وسقوط أكثر من 20 قتيلا بينهم أطفال تفحمت جثثهم. وعلق الكاتب الفلسطيني المعروف ياسر الزعاتر على اللقاء قائلا: أمس التقى ممثل حماس في صنعاء مع محمد علي الحوثي وكرمه بدرع الحركة. الحوثي يمثل أقلية انقلبت على ثورة شعب بالأكاذيب وأشعلت حريقا مدمرا. رغم مصائب التحالف أضاف الكاتب: يا قوم اتقوا الله في حركتكم وقضيتكم ولا تفقدوها حاضنة الأمة، فهي الأهم والأبقى. ودعا المحامي فيصل المجيد حماس إلى مراعاة مشاعر اليمنيين المكلومة على ضحاياهم. بالأمس جراء إطلاق عصابات الهجان الحوثية صواريخها عليهم مما أدى لتفحم أطفالهم. ظل سنوات في معتقلات الحوثي، وحين خرج كان قد تغير كل شيء حوله. الصحفي هشام اليوسفي يكتب عن واحدة من أشياء كثيرة حدثت له في المعتقل. اليوم تحل الذكرى 7 لتخرجي من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة صنعاء. صحيح، بفعل السجن تأخرت 5 أعوام ونصف في واقع الحياة الشخصية والمهنية والأكاديمية، لكن بإذن الله سأتجاوز كل ذلك التأخير. لقد حاول الحوثي من خلال السجن أن يطمس كل ما في أدمغتنا ويخرجنا من السجن أجساداً بلا أحلام. مع كل ذلك كنت أتحرق شوقاً للعودة إلى العمل الإعلامي، ومن شدة الحماس كتبت نصاً لتقرير تلفزيوني ليوم الخروج من السجن، وكنت سأبدأ ممارسة عملي فور نزولي من على سلم الطائرة. فرحة الحرية وصخب الجموع والوضع حينها حال دون تنفيذ ما كنت أخطط له. في الانفراد أطلقت إذاعة سجن FM وكسرت بها قيود الوحشة والظلام. عشت كما لو أني في استوديو إذاعي، وبدأت ببث وإذاعة برامج وأخبار ومواد إذاعية مما علق في الذاكرة من معلومات، وكنت أنا المذيع والضيف في نفس الوقت. وفي السجن أيضاً، ورغم القمع الذي كان يحدث لنا من قبل السجان، قدمت الكثير من الحلقات والبرامج في محاكاة للبرامج التلفزيونية، واستضفت فيها الزملاء الذين تحملوا رغبتي وشغفي بذلك. أخيراً، لا الجدران ولا القيود ولا السجان يقدرون على تحطيم أحلامك وكسرها ما دمت مؤمناً بها، فهي ستكون عاملاً من عوامل صمودك. إنها تمنحك القوة بعد الله. في مدينة عدن الساحلية، بحسب الموقع بوست، يكافح نوفل المجمل من أجل استمرار عمل معدات ترجع إلى العهد السوفيتي في محطة الكهرباء الرئيسية، في الوقت الذي ينهك فيه انقطاع التيار الكهربائي أعصاب السكان الذين طفح كيلهم من سوء الخدمات والخلافات السياسية. لا تعمل حتى الآن سوى وحدتي توليد من بين 5 وحدات في محطة الحسوة التي تعمل بوقود الديزل،
وتنتجان ما يصل إلى 50 ميجاوات من الكهرباء في منطقة يبلغ فيها العجز حوالي 300 ميجاوات. يضيف الموقع مستندا إلى التقرير الذي نشرته وكالة رويترز: تتراكم أكوام النفايات بما يوحي بأن المبنى مهجور، كما يملأ الغبار وجزيئات وقود الديزل الجو. قال المجمل مدير محطة الحسوة إن المحطة خلال تاريخها الممتد ل 35 عاما لم تشهد أي أعمال صيانة، باستثناء مرة في عام 2016 تم فيها إصلاح وحدتي التوليد. عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، شهدت احتجاجات عدة بعد أن تسبب انقطاع الكهرباء في اضطراب توزيع المياه وإمدادات المساعدات والخدمات الطبية. ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف محطة وقود في مدينة مارب إلى 21 قتيلا من المدنيين بينهم طفلان. يضيف موقع دويتش فيله أن الحكومة اليمنية نسبت الهجوم إلى جماعة الحوثي. المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران بشن هجوم على مدينة مأرب، لكنهم قالوا إنهم استهدفوا مقرا عسكريا قريبا. ذكر القيادي في الجناح السياسي للمتمردين محمد علي الحوثي أن جماعته تطالب بفتح تحقيق مستقل في حيثيات الهجوم، واعدا بدفع تعويضات إذا ترتب عليهم القيام بذلك. يضيف الموقع بالقول إنه من النادر أن يقر المتمردون الحوثيون بمسؤوليتهم عن هجمات مماثلة. وبحسب سكان في المدينة، فإن محطة الوقود تبعد نحو كيلومتر عن المقر العسكري المستهدف، وغالبا يقصدها عسكريون مع أفراد من عائلاتهم للتزود بالوقود نظرا لقربها من المقر العسكري. مبعوثا الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن حثا قوات جماعة الحوثي على إنهاء هجومها في شمال البلاد بعد الهجوم على مأرب. وقالت كيثي ويسلي القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية: هذا الصراع غير الإنساني يجب أن يتوقف. فصول من رحلتي إلى اليمن السعيد. تحت هذا العنوان كتب التونسي إبراهيم بلكيلاني مقاله المنشور في موقع الجزيرة، متحدثا عن زيارتي إلى صنعاء قبل أكثر من عقدين من الزمن. وقال الكاتب الذي يقيم حاليا في النرويج: هذه فصول من رحلة مغترب رمته الحياة بعيدا عن أهله، ولم يكن له من ذنب غير حلمه بقدر من الحرية تعاد به إنسانيتنا وكرامتنا المهدورة. هي فصول من وجع الإبعاد وضريبة من يسلك طريق الحرية والديمقراطية. كانت البداية بليبيا ثم الشام ثم لبنان، وها نحن نصل بالرحلة إلى اليمن. من خاطر اليمن الخضراء ومهجتها هذه الأغاريد والأصداء والفكر. عبد الله البرادوني قال الإمام الشافعي: لابد من صنعاء وإن طال السفر. قادنا القدر إلى ما أقره الإمام الشافعي وإلى ما سكبه الشاعر عبد العزيز المقالح من حب لعاصمة الروح كما كان يسميها، فتعلقنا بها قبل دخولها وإليها فررنا بروحنا المتعبة من طول المسير. دخلت إلى صنعاء وأنا أحمل صورة كتلك التي عبر عنها ذلك المتيم بصنعاء الشاعر عبد العزيز المقالح: صنعاء لها وجه قديسة ولسان حكيم وصوت شهيد وعواطف شاعر. دخلت إلى اليمن محملاً بهم البحث عن الرزق، وكما يقال الرزق أرزاق، فالأمن من الخوف رزق والأمن من الجوع رزق. دخلت إلى صنعاء في صيف 1994، ومما علمته بالمعايشة بعد ذلك أنه لا يوجد طقس لطيف كطقس صنعاء، فلا أتذكر أنها تجاوزت 40 درجة في الصيف ولم تنزل تحت 10 في الشتاء، فلا حرارة شديدة تناطح 60 كما كانت في صحرائنا، ولا هي تغوص تحت الأصفار كتلك التي نواجهها في شتاء النرويج. فهو طقس معتدل طبعاً على نقيض بعض مناطق اليمن كالحديدة التي أقام فيها بعض التونسيين، فهي قطعة من نار في الصيف كما نقل عنهم، ولم أحظ بزيارتها. وأدركت من خلال المعايشة صدق الشعراء، فقد قال الشاعر عبد العزيز المقالح في مناخ صنعاء: في الشتاءات صحو أليف
وفي الصيف قيظ خفيف. في جولتنا بين الصحف البريطانية نطالع من صحيفة الجارديان مقال رأي لأستاذة علم السياسة المقارن بجامعة هارفارد بيبان نوريس بعنوان الديمقراطية الأمريكية في خطر من ترامب والجمهوريين، ما الذي يمكن فعله؟ تستهل نوريس مقالها بالقول إنه نادرا ما يتفق الأكاديميون حول القضايا الكبرى، ومع ذلك قبل أيام قليلة وقع أكثر من 100 من كبار علماء الديمقراطية على بيان يحذر من التهديدات الخطيرة للديمقراطية الأمريكية وتدهور انتخابات الولايات المتحدة. وجاء في البيان الذي ترجم لصالح البي بي سي: نحث أعضاء الكونغرس على القيام بكل ما هو ضروري بما في ذلك استخدام حق التعطيل الذي يسمح لحزب الأغلبية بتعطيل النظر في أي تشريع لا يروق له، ويسمح لحزب الأقلية بطلب الحديث لساعات وأيام بلا انقطاع كطريقة لتعطيل النظر في التشريعات التي لا تروق له. لماذا هذا القلق؟ وهل هناك مبرر؟ تجيب الكاتبة بالقول إنه بعد أن صدقت جميع الولايات الخمسين على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 وأعلنت الهيئة الانتخابية رسميا هزيمة دونالد ترامب، افترضت غالبية الناس أن الانتقال السلمي والمنظم للسلطة سيتبع التقاليد التاريخية التي تجاوز عمرها 200 عام، لكن بدلا من ذلك صدم العالم بالتمرد الذي وقع في مبنى الكابيتل في 6 يناير. ولكن حتى هذا الهجوم غير المسبوق على الكونغرس لم يكن نهاية الهجوم على القواعد والممارسات غير المكتوبة للديمقراطية الأمريكية وشرعية فوز جو بايدن. وإلى صحيفة الاندبندنت وتقرير لمراسل الشؤون الدولية عن وثائق مسربة تكشف عن خطط فرنسية سرية لمنع بغداد من الحصول على أسلحة نووية بعنوان ربما يكون قصف إسرائيل للمفاعل النووي في العراق عام 1981 قد غذى طموحات صدام النووية. فهل غذى الهجوم الإسرائيلي طموحات صدام النووية؟ تتساءل الصحيفة. يشير الكاتب إلى حادثة وقعت قبل 4 عقود حين تسلل سرب من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية في مهمة سرية فوق الأجواء السعودية، وانطلق لتدمير موقع مفاعل نووي عراقي كان يبنيه مهندسون فرنسيون وإيطاليون خارج بغداد. لقد كان هجوم مفاجئا وأشاد به المدافعون عن إسرائيل، واستشهد به كمثال على الإقدام الفعال، إذ أظهر كيف يمكن للقوة العسكرية الخالصة أن تعمل كأداة للحد من انتشار الأسلحة. لكن مجموعة من الوثائق الأمريكية التي كانت سرية في السابق والتي نشرتها منظمة أرشيف الأمن القومي في واشنطن الاثنين تشير بقوة إلى أن الطموحات النووية العراقية قد تم احتواؤها سرا من قبل الأوروبيين الذين كانوا يبنون مفاعل أوزيراك. علاوة على ذلك، ربما شجع هجوم 7 يونيو 1981 الحاكم العراقي آنذاك صدام حسين على تصعيد سعيه للحصول على أسلحة دمار شامل. ولطالما أصرت فرنسا على أن تصميم المحطة النووية التي كانت تبنيها في العراق جعل من المستحيل تعديلها لإنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة، لكن هناك وثيقة شديدة الحساسية تقول إن باريس ذهبت إلى أبعد من ذلك. عن 30 مليون رهينة يكتب زكريا الكمالي مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، مضيفا في جزء من المقال: وقع المواطن اليمني بين فكي كماشة أو كمين محكم بالمعنى الأنسب في العصر الحربي الراهن، ففي حال التفكير في الهروب من رمضاء الانقلاب الحوثي المهيمن بقوة السلاح على مناطق الشمال والغرب يجد نفسه قد دخل في نار الحكومة والشرعية. لا أفق للخلاص، وليس هناك أي خيار ثالث لمن أراد البقاء داخل وطن مهترئ تتشرذم أراضيه ولا يوجد عليه ما يستحق الحياة. يا محمود درويش، نحو 30 مليون يمني تحولوا إلى رهائن،
أسرى في قبضة ميليشيات وفصائل مسلحة تستخدمهم في معاركها ورقة إنسانية وتمتص ما تبقى من دمائهم وأموالهم تحت مسميات مختلفة، لكنها لا تقدم لهم أي واجبات بل تشعرهم بأنهم يجب أن يكونوا ممتنين على أنهم ما زالوا على قيد الحياة، وأن هذا الشرف ما كان ممكناً لو أن الأقدار لم تسق هذه الجماعات إلى هرم الحكم. يدفع سكان صنعاء ومناطق نفوذ الانقلاب الحوثي ثمناً باهظاً للأمان الزائف الذي توفره الميليشيات على شكل جبايات لا تتوقف وتجنيد إجباري للأطفال أو غسل أدمغتهم بالدروس الطائفية، كما يحدث الآن مع الدورات الصيفية التي افتتحت الأسبوع الماضي. فقد أعلنت السلطات الحوثية الأسبوع الماضي عن التحاق 620 ألف طالب في المراكز الصيفية هذا العام، وتقول إن الهدف منها هو بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة. لكن ما هو مؤكد أن جماعة لا تحترف سوى الحروب لن تقدم دروساً في تقنية المعلومات والاتصالات والعلوم الطبية، بل دروساً طائفية تمجد ثقافة القتل وتعمل على سلخ الهوية الوطنية بتقديم الصرخة الإيرانية بديلاً للنشيد الوطني. الطفل جابرييل تاي البالغ من العمر 8 سنوات تعرض لتنمر وضرب مبرح من قبل زملائه في المدرسة تسبب بفقدانه الوعي لمدة 7 دقائق. لم يتوقف الأطفال عند هذا الحد حتى بعد فقدانه الوعي، بل وبحسب موقع عربي 21 كان بقية الطلبة يمرون من أمامه ويركلونه ويشيرون إليه بسخرية. وبرغم ذلك اتصلت ممرضة المدرسة التي تقع في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو على والدة الطفل وأبلغتها أن جابرييل فقد الوعي نتيجة سقوطه دون أن تكشف لها السبب الحقيقي. الطفل بدوره لم يتحمل ما جرى له. لم تمضي 48 ساعة على الحادثة حتى دخل إلى غرفته وشنق نفسه بواسطة أغطية السرير. أسرة الطفل جابرييل تاي قامت بمعركة قضائية دامت 4 سنوات ضد المدرسة، فقد انحازت المحكمة لأسرة الطفل بسبب تقصير المدرسة. تقول وقائع القضية إن والدة الطفل طلبت من المدرسة إطلاعها على كاميرات المراقبة وعددها 31، إلا أن الإدارة رفضت ذلك وأصرت على أن الطفل لم يتعرض لتنمر يذكر. وبحسب قرار المحكمة فإن المدرسة ستدفع مبلغاً قدره 3 ملايين دولار لأسرة الطفل، كما ستعمل على بناء نصب تذكاري للطفل الراحل. موقع شبكة البي بي سي ذكر أن هناك كائناً عاد إلى الحياة بعد أن ظل مجمداً لآلاف السنين. تضيف في التفاصيل أن كائناً مجهرياً متعدد الخلايا عاد إلى الحياة بعدما ظل مجمداً طيلة 24 ألف عام في سيبيريا. استخرج العلماء الحيوان الذي ينتمي إلى فصيلة الدوارات من نهر الأليزا، وبعد إذابة الجليد عن الكائن كان قادراً على التكاثر بعد قضاء آلاف من السنين في حالة تجمد تعرف باسم الحيوية الخفية. وأظهرت بحوث سابقة أن هذه الكائنات تستطيع البقاء على قيد الحياة مجمدة بما يصل إلى 10 سنوات، لكن الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة Current Biology تشير إلى أنها تستطيع البقاء حية لآلاف السنين إن لم يكن إلى الأبد. من إحدى محاكم صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين خرج الجميع يبكون ويدعون الله على الظالمين. فما الذي حدث داخل محاكم أصبح من فيها لا يدري من سيحكم عليه وبماذا؟ المحامي عبد الباسط غازي كتب عن الجلسة التي أبكت الجميع مقالا تنشره بلقيس. داخل قاعة المحكمة تناثرت دماؤه الزكية على بلاطها. هذا ما حدث اليوم داخل قفص الاتهام أمام الشعبة الجزائية الاستئنافية في جلسة محاكمة سفيان الفتحي المسجون منذ 6 سنوات. ظلموه وما رحموه. ساءت حالته الصحية في السجن إلى أن فقد إحدى رئتيه حين رأينا الدماء متناثرة في القاعة جوار القفص. وبعد أن تهاوى السجين إلى الأرض
حتى أقعده رفاقه السجناء وما زال الدم ينزف منه. تقدمنا بطلب الإفراج الصحي عن السجين بالضمان. كانت القاعة ملأى بأقارب السجناء والمعتقلين. ثارت امرأة حاضرة في الجلسة لا تقرب للسجين ولا تعرفه ووقفت أمام القضاة تناشد الإفراج عنه. ثار رجل آخر من الحضور مطالبا الرحمة. ضجت القاعة تتوسل القضاة الرحمة بالإفراج عنه صحيا. وافق اثنان من القضاة واعترض ثالثهما. بكى الناس رحمة بهذا المظلوم. كان قرار المحكمة صادما. تم إلزام النيابة بسرعة تحرير مذكرة إلى جهاز الأمن والمخابرات بعرض السجين على الأطباء والتأجيل إلى مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم للإفراج عنه بالضمان التجاري الأكيد. رفعت الجلسة وأعيد السجين ظلما إلى سجنه. خرج الجميع يبكون ويدعون الله على الظالمين. فهل ستتجلى رحمة الله على قلب القاضي المعترض؟ وسيعيش موكلنا سفيان الفتحي الشاب العشريني المريض فاقد الرئة إلى الأسبوع القادم؟ هذا ما نأمله. بمناسبة الذكرى 77 لإنزال النورماندي، نظم الفريق الاستعراضي للقوات الجوية الفرنسية باتويل دو فرانس عرضا جويا فوق النصب التذكاري البريطاني الذي دشن في شمال غرب فرنسا. فماذا يرى قائد الطائرة الاستعراض أثناء تحليقه؟ هذا ما نعرفه في مقطع نشره الـRT. صور متنوعة من صحيفة الغارديان البريطانية التي عادة ما تنشر أجمل الصور عبر عدسة مصوري المحترفين والمتواجدين في أغلب أماكن العالم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. العديد من رسوم الكاريكاتير كما نشرتها مواقع وصحف اليوم. نتابع.
بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. شكراً على المتابعة. إلى اللقاء.